الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رمضان مبارك لجميع المسلمين والمسلمات. معكم رشيدة رشدي صيدلانية. بالنسبة للموضوع حول الأدوية اللي كتستهلك الأكثر في رمضان، نقدر نقول بالدرجة الأولى أجهزة اللي كتخص الأدوية اللي كتخص الجهاز الهضمي، من أدوية ديال مضادة الحموضة، أدوية التقيؤ، الإمساك، قوحة المعدة إلى آخر ذلك. وهذا معروف لأن النظام الغذائي في رمضان كيختل وما كيبقاش متوازن، وبحكم المغاربة كيحاولوا كيكثروا السكريات والدهنيات على حساب البروتينات والخضر والفواكه. هذا كله كيؤدي لهم إلى خلل في الجهاز الهضمي، فمع ايضا نقصان الخضر الفواكه وكياكلوا في فتره وجيزه ما كياخذوش فيها الوقت الهضم كثره الاغذيه، فبالتالي كيكون عندهم بالدرجه الاولى نقدر نقولوا 50% ديال ادويه الجهاز الهضمي. في الدرجه الثانيه ادويه صداع والام الراس. لماذا؟ لان المغاربه معروف عليهم كيتعاطوا بزاف الشاي والقهوه وهي فيها مواد منشطه، فبالتالي في يوم رمضان ملي كيقطعوا هذه المواد كتاثر عليهم وكيتصابوا بصداع، فبالتالي كيجيو كيستشرون على هذه الادويه. في المرتبه الثالثه نقدر نقول كاين ادويه مضاده للتعب، لان الاكثريه كيجيو كيعاني من تعب من الارهاق، وهذا شيء طبيعي بحكم لو ريجيم اليمونتيغ كيتبدل، لو مود دو في كيتبدل، الناس كيسهروا بزاف كيتعبوا، ساعات النوم مكتبقاش 8 ساعات كتقل، هذا كله كينعكس سلبا على الجسم، فبالتالي كيصاب بالارهاق والتعب، فكيجيو يستشرونا على ادويه التعب والارهاق. هذه بعجاله وبتلخيص. النقطه الثانيه نقدر نشير ليها هي واحد اللبس عند الناس بالنسبه للادويه الاخرى من غير ادويه كتخلع ذاك الفم. ديما كيطرحوا لنا السؤال هل تبطل الصيام او تفسد الصيام؟ كنقدروا نقولوا لهم بانها بزاف واحد المجموعه ديال الادويه ما كتبطلش، يقدروا ياخذوها بالنسبه اللي كيكون عندهم امراض مزمنه، مثلا انسان عنده لاتونسيون انتراوكولير، عنده الجلوكوم، عنده كياخذ ادويه خصهم يستمروا فيها. وهنا كاينه واحد اللجنه شرعيه اللي دارت معها فيها علماء فيها اطباء مختصون هما اللي توصلوا بان هذه الادويه غير مفترض، نقدر نوضحها هذا الرسم التوضيحي بان كاع الادويه اللي كتخاض من غير الفم، يعني كتخاض اما قطره العين، قطره الاذن، الانف، البخاخ ديال الرب او لازم، المرهمات، معجون الاسنان، كاع هاد الأدوية كلها لا تفسد الصوم، كلها ممكن ياخذها الإنسان بكل طمأنينة وكل راحة. بالعكس بعض الأطباء مشاو بأن بعض الأدوية اللي كتكون لها ندخل لصغير كدار تحت اللسان، الناس اللي عندهم الذبحة الصدرية يقدروا ياخذوهم هما صايمين. إذا هاد الناس ياخذوا هاد الأدوية ديالهم بانتظام لا تفسد ولا تبطل الصوم. أشنا هي كلها أدوية مباحة؟ أشنا هي الأدوية اللي غير مباحة واللي تفسد الصوم؟ هي الأدوية اللي تؤخذ عن طريق الفم فقط، أو ليزانجكسيون انترافينوس اللي كتكون أبيت نيتخيتوف، يعني اللي كتكون تغذي. إذا هاد الحقن اللي كتخاضها المريض من أجل التغذية هي اللي تبطل الصيام. فما عاد هاد هذه الأدوية اللي تأخذ عن طريق الفم فالكل يجوز أن يؤخذ في يوم رمضان دون أن يبطلها، يعني يكونوا مطمئنين لهذه القضية. المسألة الثالثة اللي بغيت نتطرق لها هي أوقات ديال أخذ الأدوية. دابا الناس كيكون عندهم أمراض مزمنة كالسكري كارتفاع الضغط لأخذ عندهم أدوية خاصة بانتظام، فبالتالي كيطرح عليهم لبس كيوقع عليهم لبس في هذا القضية في رمضان، فكيجيو يستشرونا كنحاولوا حسب حالة بحالة كنوضحوا لهم الأوقات اللي ممكن ياخذوا فيها الأدوية ديالهم يعني بانتظام بدون ما يأثر على الصيام ديالهم. هذه بصفة عامة. النصيحة اللي نقدر نوجهها للمسلمين وساكنات أخرين بصفة خاصة بأن رمضان هو شهر ديال العبادة، شهر ديال الطاعة، وأيضا شهر ديال الصيام، ولكن الانسان باش يخرج منه ناجح
دينيا وصحيا بان يحاول ينوع في الاكل ديالو، ولكن مزيان ينوع فيه، ولكن ياكل بانتظام ويحاول يكثر البروتينات ويكثر الخضر والفواكه الماء، يعني هادو كامل يديرهم، يعني باش ما كيتصابش بهذوك الانزعاجات وهذه المشاكل ديال الجهاز الهضمي. حاجه ثانيه، يحاول ياخذ وقته من الراحه ومن النوم، باش يصبح يعني في حاله يعني تسمح له بالعمل، حاله زعما ما كيحاول يبعد على التوتر ولا هذا، لان قله النوم كتنعكس سلبا على الجهاز العصبي. فبالتالي يحاولوا يعتبروا رمضان راحه نفسيه وايضا جسميه. وكنتمنى لجميع المسلمين رمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم.